مواطن مغربي يعترف بجريمة قتل مضت عليها 3 سنوات. إليكم تفاصيل القصة. بمدينة الجديدة المغربية توجه رجل ثلاثيني نحو مقر الشرطة ليبلغ عن نفسه لدى مصالحي الأمن، معترفا بارتكابه جريمة قتل مضت عليها 3 سنوات، وأن أشباحا كانت تزوره ليلا تذكره بجرمه المشهود، ما تسبب له في أرق دائم وفق ما ذكرته صحيفة الصباح المغربية. القاتل اعترف أنه قبل 2 سنوات مر أمام رجل ستيني يجلس في مكان عند شاطئ يقع قبالة ملعب الخيول بالجديدة، فنادى عليه وطلب منه أن يسدي له خدمة اقتناء علبة سجائر من محل بالجوار، وأعطاه ورقة من فئة 100 درهم بعد أن أخرج مجموعة من الأوراق المالية. الجاني طمع في الاستيلاء على نقود الرجل بعد أن عاد إليه بعلبة السجائر، فباغته وأجهز عليه بلكمة قوية أفقدت العجوز توازنه وخنق أنفاسه حتى الموت، ثم استولى على ما لديه من نقود، بعدها رمى الجثة في البحر وانصرف إلى حال سبيله. عناصر الشرطة رافقت القاتل إلى مسرح الجريمة للبحث عن جثة الضحية، وعمموا بلاغا على كل المراكز الأمنية بالتراب الوطني حول أشخاص مفقودين أو كانت جثتهم ملفوظة من قبل أمواج البحر، لكن لم يتم العثور على الجثة، وتم تقديم القاتل أمام العدالة وفق الصحيفة. لم تستغرق محاكمة الجاني أكثر من 2 جلسات، حيث اقتنعت هيئة الحكم بما اعترف به وحكمت عليه ب30 سنة سجنا نافذا. ما تعليقكم؟